ينضم إلينا الآن لتعليق على هذا المؤتمر المتفاعل الآن في العاصمة الفرنسية باريس، أستاذ نزار الجليدي المحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ نزار في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية. المرجو من هذا المؤتمر الذي تستضيفه باريس لأول مرة في دعم أوكرانيا؟ اهلا وسهلا. في واقع الامر هذا المؤتمر في ظاهره هو مؤتمر لاعاده اعمار اوكرانيا والدعم اللامشروط لاوكرانيا، ولكن في نفس الوقت هو مؤتمر تقديم ضمانات الى روسيا والبحث عن حلول مع الدب الروسي بعد ان سمعنا بالحرف الواحد ماكرون يقول علينا ان نقدم ضمانات لروسيا حتى ندخل في عمليه سلام، لا اعمارا، سلام لا اعمارا بدون حلول مع الدب الروسي. كل يوم جديد في اوروبا، كل صباح جديد في اوروبا يمثل ضغط على الحكومات الاوروبيه وعلى كل الدول المشاركه باعتبار النقص الطاقي الذي اصبح يهدد حياه الاوروبيين، وكذلك طوال امد الحرب الذي اصبح يخنق الحكومات الاوروبيه ويخلق احتجاج اجتماعي كبير جدا. الفرنسيون هنا كشعب لا ينتهي. بمعنى ماذا تقديم ضمانات سيد نزار؟ يعني هل هناك مشروع يحضر له الآن بالتنسيق بين يعني الفاعل الرئيسي يعني المتفاعل في هذه المسألة هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأطراف الدولية وبحضور الرئيس الروسي مثلا للبدء في عملية تفاوضية؟ هل نفهم هذا في سياق الأمور؟ نعم أستاذة، سبق وأن قلت على قناتكم الموقرة في الأسبوع القبل الماضي عند زيارة ماكرون إلى أمريكا أنه سيذهب هناك ليأخذ شيك على بياض للتفاوض مع الدب الروسي. الأمريكان أعطوا الضوء الأخضر لماكرون حتى يكون الدبلوماسي الأول ويكون المفاوض الأول. ماكرون من خلال استضافة كل الدول التي تريد الإعمار وتريد أن تستثمر وتريد أن تستثمر في الحرب، لأن الحرب دائما هي مجال الاستثمار، يقدم في نفس الوقت سرا في الكواليس ضمانات للجانب الروسي ويقدم عملية سلام ممكنة بضوء أمريكي أولا وبضغط داخلي شعبي كبير جدا وبتفكك أوروبي. نحن نعرف أن المؤسس الأوروبي ليس موحد في القضية الأوكرانية، لكنهم يتوحدون من أجل الإعمار ومن أجل تنشيط الاقتصاد الميت أصلا في أوروبا منذ فترة، منذ بداية هذه الحرب. طوال أمد الحرب لا يخدم ماكرون وهو في عهدته الثانية، وهو الذي يلبس الآن جبة الدبلوماسي الجديد بعد أن استطاع أن يخرج من جلباب الديغولية القديمة الذي ورط في إفريقيا وشرق المتوسط. لكن كيف نتوقع مستقبل هذه العملية والتجاوب الروسي معها سيد نزار، علما بأنه تابعنا أيضا بأنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد التقط ما يعرف بخطة السلام من 10 نقاط واللي تبادلها باتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، تتحدث عن توفير ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا، تتحدث عن محاكمة المسؤولين عن الحرب في خلال يعني أو بالأحرى من خلال حرب، من خلال محكمة دولية للتعاطي مع مشكلات الحرب، وأيضا عودة محطة زابوريجيا النووية فورا من خلال مؤسسات دولية. كل هذه العناوين مستبعدة تماما روسيا، وبالتالي أي أفق لعملية تفاوضية متوقع الآن ضمن النقاط العشر للرئيس الأوكراني؟ نعم، باعتقادي أن النقاط العشر جميعها هي فقط للتفاوض وسقف تفاوض عالي، لأنها ستظهر فيما بعد أوروبا إلى السقف الروسي الذي سيقدمه، لأن هناك سقف تفاوض روسي له من الإمكانيات الكبيرة في المراوغة، له إمكانيات كبيرة في فرض سياسة الأمر المقضي. لذلك أعتقد أنه هو فقط بيان ونقاط سقف عالي للتفاوض، ولكن في الواقعية عندما سيدخلون في عملية السلام يكون الصوت الروسي هو الأعلى، وهذا إقرار من الحكومات الأوروبية وإقرار من ماكرون نفسه وإقرار من وزير خارجيته وإقرار من وزير خارجية ألمانيا. جميعهم يعرفون أنه ليس من السهل أن تقبل روسيا، ولكن هناك تجاوب روسي، لأن روسيا في النهاية ماذا تريد؟ تريد أن تكون هناك رؤوس كثيرة في العالم، ولا تريد أن يكون هناك فقط رأس واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نرى بأن أمريكا قد وجهت بوصلتها إلى اجتماعات أخرى تنشط اليوم، وهي العلاقات الأمريكية الإفريقية، لأنها تعرف بأن روسيا حاضرة هناك والصين بقوة وتمكنت من الفضاء الإفريقي، بما معناه بأن أوروبا تصلح الأخطاء التي قامت بها، وذلك هذا الخطأ الجسيم في الدخول بهذه الحرب التي لم تكلف أوروبا إلا خسائر كبيرة وإلا شحن اجتماعي في الداخل الأوروبي وإلا التفكك في العائلة الأوروبية. لذلك
تبقى نقاط البيان مجرد سقف تفاوض، ولكن في الواقعية ستنهار هذه النقاط، وستكون النقاط الأعلى هي النقاط الروسية التي ستفرض على الاتحاد الأوروبي، والتي ستفرض على ماكرون كمفاوض، والتي ستفرض بشكل أو بآخر على كل الذين ينوون تنشيط اقتصاداتهم بعملية إعمار. هو الطمع من الاستثمار في الحرب، ولكن هو الطمع من الخروج من البوتقة المظلمة الآن للاقتصادات الأوروبية ولهذا الشح الطاقي. وصلت الفكرة، أشكر جزيلا لهذه القراءة من العاصمة الفرنسية باريس نزار الجليدي المحلل السياسي.